الملف غادي على احسن ما يرام، في الملف غادي على احسن ما يرام، وعندي ثقه في العداله، ما الحمد لله ما خايفاش، وعندي ثقه فيهم 100%. لو ما عرفتش يكون انا مهم، انا قلت لك عندي ثقه في القضاء، حقي ما غنسمحش فيه لاخر نفس. انا قلت لك اخر نفس عمري غنتبع ملف ولدي حتى لاخر نفس. حمدنا الله على كل حال، غنحمد الله. تنسير الزمن، ما عندنا ما ندير، حنا مسيرين الزمن، قدر الله ما شاء فعل. ما غاديش نوقفوا الكون، لان هذا الشيء عطى الله ودا الله، ما عندنا ما ندير. داك الشيء تيبقى شغل هذاك، انا ما انا اللي كان الحظ ليه هو دابا في هذه اللحظه. انا باغا القضاء، باغا حقي ناخذه من القضاء باش ما كان القضاء اللي عطى لي انا لابسه. انا ما بيعاش حق ولدي، واخر نفس فيا ناخذ حقه، حتى حاجه ما غتقويني في ودي. فاليوم السيد الرئيس اخر الملف، اخر جلسه اخر، باش يعتبر الملف جاهز للمناقشه واستماع لمكافاه المتهمين ومناقشه الافعال الجرميه اللي تم ارتكاب ديالها، وايضا استماع لهم في اطار استماع لما سبق الاستماع اليه امام البحث التمهيدي وامام السيد قاضي التحقيق، ومناقشه الاقوال ديالهم سواء امام الضابطه القضائيه سواء امام السيد قاضي التحقيق. وكما قلت اليوم كنتظروا غتكون الملف جاهز، وننتظروا غتتم المناقشه، وان شاء الله احنا عندنا ثقه في القضاء وعندنا ثقه في مؤسسات الدوله، والثقه ديال صاحب الجلاله اللي جات ما جاتش عبثا وما جاتش اعتباطا في 2011، ملي جعل لنا السلطه القضائيه ورقاها وجعلها السلطه القضائيه، واللي كرساتو في 2018 باستقلال النيابه العامه. فكما قلت احنا عندنا الثقه في السلطه القضائيه، عندنا الثقه في مؤسسه البلاد، وان شاء الله اليوم غتتم المناقشه ديال الملف، وان شاء الله يكون حكم عادل بحق كافه المتهمين. بالنسبه لصك الاتهام كيختلف ما بين المتهمين، كاين المتهم الرئيسي والمتهم الاول متابع من قبل السيد قاضي التحقيق وبناء على الامر بالاحاله بالقتل العمد مع سبق اصرار، سبقته جنايه ولاحقته جنايه، سبقته جنايه السرقه الموصوفه ولاحقته جنايه محاوله قتل العمد. بالنسبه للثاني المتهم اللي هو السير ديالو، فعنده تهم تقديم عن علم مساعده لاشخاص ارتكبوا جنايه وعدم افشاء عن جنايه يعلموا بوقوعها. بالنسبه للمتهم الثالث والرابع والخامس، فعندهم المساهمه في القتل العمد وعدم تبليغ عن جنايه والسرقه الموصوفه. فصول المتابعه كما قلت لك تختلف ما بين المتهم الرئيسي، عنده 392 و393 اللي فيها ظرف التجديد هو سبق الاصرار اللي كيرقي العقوبه وكيوصلها للاعدام. بالنسبه للمتهمين بعض المتهمين، بالنسبه للمتهم الثاني اللي هو السير ديالو، عنده 392 292 و299 من القانون الجنائي، عدم تقديم علم، عدم تقديم مساعده، عدم تبليغ عن جنايه وتقديم مساعدة لأشخاص ارتكبوا جناية يعلموا بوقوعها. بالنسبة لبعض المتهمين عندهم مساهمة في القتل العمد مع السرقة الموصوفة 114 و129، وعندهم أيضا 392 و393.